ما في دولة تضررت من العولمة التجارية لكرة القدم أكثر من هولندا، اللي بعد أكثر من 4 عقود من الجلوس إلى جانب أكبر المنتخبات بالعالم عجزت عن التأهل لكأس العالم بروسيا بعد بسنتين من فشلها من التأهل إلى كأس أوروبا أيضا. على أكثر من 25 سنة وقبل فتح الاتحاد الأوروبي حدود الدول الأوروبية على بعض البعض، كانت النوادي الهولندية من أبرز حاصدي الألقاب أوروبياً. لذلك المنتخب الهولندي من أبرز المنافسين عالمياً ومتوج كبطل أوروبا عام 1988 مع لاعبين مثل ماركو فان باستن، فرانك رايكارد ورود جولت وغيرهم. ولكن الأهم من هالألقاب كلها أنه على إيد شخصين، المدرب التاريخي لأجاكس وبرشلونة والمنتخب الهولندي رينوس ميكيلز مع اللاعب الظاهرة ثم المدرب يوهان كرويف، تمكنت هولندا من إطلاق ثورة طورت كرة القدم مع مفهوم التوتال فوتبول الهجومي والمعتمد على الاستحواذ العالي للكرة. I was the one who was totally in the way of thinking of Michaels at that time. The discipline within the tactics, the discipline within the controlling all things. أسلوب فريد بقيت ارتداداته لليوم خصوصا ببرشلونة وعن تلميذ كرويف تحديدا المدرب الإسباني بيب غوارديولا. Het meeste trots ben je eigenlijk op als je ziet hoeveel spelers bij mij gespeeld hebben die nu trainer zijn. En wat voor voetbal ze spelen. Het is altijd als het grootste voordeel is natuurlijk Guardiola. Ha sido la persona más importante de mi vida. A nivel profesional, podemos entender que el Barcelona jugara como juega ahora sin Cruyff. لنفهم أكثر شو صار بالفوتبول ببلد تطور هاللعبة، لازم نتطلع بالأرقام المالية للكرة الهولندية مع تحول اللعبة لبيج بزنس عالمياً. بموسم 2016-2017 كانت مجموع مداخيل الدوريات الأوروبية كلها 25.5 مليار يورو، حصة أندية الدوري الإنجليزي منها 5.3 مليار يورو، أندية الدوري الإسباني 2.9 مليار، الدوري الألماني 2.8 مليار، أما الدوري الإيطالي 2 مليار والدوري الفرنسي 1.6 مليار يورو. بالمقارنة مع هالأرقام الهائلة، الدوري الهولندي مش بس خلف هالدوريات الخمسة الكبار، ولكن أيضا خلف الدوري التركي اللي سجل مداخيل بقيمة 734 مليون يورو والدوري الروسي ب 700 مليون يورو، بينما مداخيل كل أندية الدوري الهولندي مجتمعة سجلت 451 مليون يورو بس، أي أقل من مداخيل نادي واحد من ناديي مدينة مانشستر الإنجليزية. هالوقع المادي إلى جانب سوء الإدارة والرؤية بالاتحاد الهولندي أدى إلى الجمود اللي عم تشهده الكرة الهولندية بقدرتها على تطوير منشآتها وأكاديمياتها بالمقارنة مع الدوريات الأخرى، كما على تطوير أسلوب اللعب اللي وضع أساساته من أكثر من 40 سنة المدرب ميكيلز نفسه. We have to find ways to cope with the effects of the game evolution. ولكن الإشكال ما توقف عن تخطي المنتخب الهولندي لوصية ميكيلز نفسه، بل وصل إلى عدم تمكن الأندية الهولندية من تطوير المواهب الشابة بنفس الوتيرة اللي كانت تخرجهم فيها بالسنوات السابقة، والسبب بيرجع أيضا للأرقام اللي شفناها قبل اللي أدت أنه يكون معدل المعاش السنوي للاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز 3,200,000 دولار أمريكي، وحتى بإيطاليا المتعثرة ماديا معدل المعاش السنوي 1.5 مليون دولار، بينما معدل معاش اللاعب بهولندا 310 ألف دولار سنويا. وفيكم بس تتخيلوا مفعول هيك فروقات بالأرقام على الهجرة الجماعية من هولندا، خصوصا بعدما أصبح انتقال اللاعبين للعب بالدوريات الأجنبية غير محدد بحد أقصى. 18 or 19 some players has to be already ready, you know, for the first team, and because when they are 23 and it's already, you know, old in our terms, they can be already sold. كل عوامل فاقمت المشكل خصوصا بفترة انتقالية عم يمرق فيها المنتخب مع تقدم نجومه الأساسيين بالسن مثل أريان روبن وروبن فان بيرسي وويسلي سنايدر، بوقت بقية الأسامي ما راكمت الخبرة اللازمة لتحمل المنتخب بتاريخ هولندا على المستوى العالمي، ولكن مع مراكمة الخبرة لمنتخب شاب المستقبل أكيد أفضل للمنتخب البرتغالي. جاد غصن، قناة الجديد.